صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. قولكم صحه عيدكم وكل عام وانتم بخير. يعني هذا هو العام الاول تاعي معاكم، يعني اللي فتحت فيه القناه، هذا اول عام ليا معاكم. ان شاء الله ربي يخلينا لبعضنا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا لهنا صينيه العيد تاعي، وهنا وريت لكم الجبه ولا الروبه اللي لبستها تاع صباح العيد. هاي ليك، ان شاء الله تكون عجبتكم. وشريت ثاني تلبسه واحده اخرى نخرج بها، لا حبيت نشارك معكم. كما قلت لكم حبيباتي، الى هنا نخليكم في امان الله والى اللقاء.